مع اشتداد الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع ليمضر ساعة بعد أخرى بكارثة حقيقية تهدد أرواح الأطفال الفلسطينيين في المقام الأول. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف دقت ناقوس الخطر من فقدان المزيد من الأرواح جراء القصف الإسرائيلي، بعد أن أكدت أن أكثر من 940 طفلاً فلسطينياً قضوا جراء الصراع المستعر في غزة. أما الأطفال الرضع فهم ليسوا بمأمن من الموت المحتق بهم، مع توفر 5% فقط من إمدادات المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة. أما نفاد الوقود في المستشفيات فتلك معاناة مستمرة أخرى، فالمشافي على وشك الانهيار التام، ناهيك عن نقص الإمدادات الطبية التي تقول الكوادر الصحية في غزة أنهم بحاجة ماسة لها. ويؤثر نقص الوقود أيضا على عمل شبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع، وسط تحذيرات من فشل نظام قوافل المساعدات في غزة إذا استمرت إسرائيل في حظرها للوقود. وعند الحديث عن نقص الإمدادات الطبية، لك أن تتخيل أن الأطباء يضطرون لإجراء عمليات قيصرية لنساء حوامل أصبن في القصف دون تخدير، بالإضافة إلى تنظيف الحروق الشديدة دون مواد تخديرية أيضا. أما الأمم المتحدة فتتحدث هي الأخرى عن مأساة يعيشها سكان القطاع الذين يحرمون من الماء والغذاء والوقود، مع السماح لعدد محدود من قافلات الإغاثة بالدخول إلى غزة. كل هذا يجري وسط دعوات إسرائيلية مستمرة لإخلاء المشافي في غزة، بينما يحتمي بها عشرات الآلاف من المدنيين الذين بات توفير رغيف خبز يومي لهم أمراً صعب المنال.